تحت رعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل افتتحت فعاليات السوق الخيري الذي تقدمه جمعية البري بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية في اللاذقية. المجتمع الأهلي كتير دوره فعال، دوره مهم بالتشارك والتشبيك مع مؤسسات الدولة ودعم المجتمع ودعم المواطنين، ويعني مثل ما شايفين شيء كويس وشيء جميل بهيك معرض تنعرض هيك منتجات لناس هن عم يشتغلوا يعني إلن تعب واضح وجهد واضح، فالله يعطيهم العافية ومشكورين جهودهم. هالمعرض هذا له أهمية كبيرة لأنه أولا بيعطي فكرة عن مدى اهتمام الجمعية وأعضاء الجمعية بتعليم هالطالبات بحاجة لتعليم مجاني، ومع العلم أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بإعطائنا شهادات بعد سنتين من الدراسة، تعطي للطالبات شهادات رسمية. المعرض هو عبارة عن سوق خيري، وسوق الخير يدل على الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، فهذا بدل على الخير بهذا البلد وعطاء هذه البلد، والبلد كله خير وأهل خير. هلا نحن هون الطابق التحت، هيدا صاير مشاركة من تجار، من بعض التجار باللاذقية اللي هن أصلا محسنين، يعني نحن اخترناهم، هن من الأصل متبرعين للجمعية، إلهم أيادي بيضاء على الجمعية، فهن كمان حبوا يشاركوا معنا. هلا أجوا هن افتتحوا هون عنا لقاء إنه بيعطوا الجمعية قسم من الأرباح. طبعا أنت صرتي بتعرفي القسم الأرباح كله مردود ريعه للفقراء وللمحتاجين، حتى كمان هن لأنه اسمه سوق خيري كمان هن بالمقابل عاملين عروض وكذا أنه بأسعار كويسة الناس تقدر كمان تستفيد. أنا أكثر شيء مختصة بالصوف وكمان خياطة كروشيه وهيك. يعني عن شغلك هون بالسوق الخيري؟ بالسوق الخيري شاركت مثلا بصناعة الكفرلاه وأشغال الصوف الشتوية، طبعا أنا ومجموعة من رفقاتي الحمد لله، وصناعة ألبسة، يعني نحن بنحاول تكون صناعاتنا متكاملة لأن القطع الفنية حلو يكون فيها شيء من كل شيء. كون من هيدا الشيء هدفنا أولا الحقيقة الإنسان إعالة نفسه والآخرين ويكون مفيد بالمجتمع. نحن شاركنا بهالمشروع أنه قدمنا، بنحاول نقدم أسعار منافسة وعبارة عن قمصان، يعني حابين نساعد فيها المشاركين هنا بأسعار منافسة غير عن السوق، بالإضافة لكل شيء يعني شناتي قمصان صدارة كل شيء. نحن هون بالنسبة للأسعار للمستهلك توصل تكون أسعار منافسة للسوق وبأقل الأسعار بشكل أنه توصل للمستهلك بأقل التكاليف، وطبعاً أرباح المردود تبع الجمعية هون بيروح كله للأسر والمحتاجين، تقريباً نحن متبرعين بهذا القسم لصالح الجمعية. تأتي أهمية هذه المبادرات الخيرية لما لها من انعكاس إيجابي على دعم المواطنين وتوفير فرص العمل والتعريف بالإنتاج المحلي للارتقاء بالمجتمع.